السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة النهاردة اللي هتتكلم عن الكونسلتيشن. يعني ايه كونسلتيشن؟ عايزين نعرف علشان نبدأ نعرف أساسياتها ونستفيد بالمعلومات اللي في المحاضرة دي إن شاء الله. What is counseling؟ ايه هو الكونسلينج؟ الكونسلينج ده عبارة عن الانترفيو المنظم اللي بيبقى موجود دايما بين الدكتور وبين العيان لما العيان يكون عنده مشكلة صحية وعايز نصيحة أو مشورة الطبيب. ده هو خلاصة الكونسلتيشن. يعني تو كونسلت بيسموها عندنا حتى باللغة العربية المناظرة، يعني الدكتور بيناظر المريض، بيقابله، بياخد منه هيستوري، بيشخصه، بيكتب له علاج، بيقول له يعمل ايه. فده الجزء بتاع الكونسلتيشن. الكونسلتيشن من يعني ده المين فانكشن بتاعه الطبيب. لما ترجعوا حضراتكم للمراجع العلميه وحتى المواقع الالكترونيه هتلاقوا ان في 15 على الاقل كونسلتيشن مودلز، ودول بادئين من الاربعينات لغايه اوائل القرن الحالي، ومنهم حاجات الحقيقه يعني مفيده جدا ومهمه. وانا اخترت منهم واحد اسمه كالجاري كامبريدج ابروتش تو كوميونيكيشن سكيلز تيتشنج، ده سنه 84، ده اللي طوروا بعد كده مع الكامبريدج وعملوا حاجه اسمها كومبريهنسيف كلينيكال ميثود بالتعاون بين كالجاري وكامبريدج جايد. ده الكلام ده كان في 2002. الكونسلنج من سوري الكونسلتيشن من الحاجات اللي احنا عايزين نتعلم ازاي نعملها، لان ليها قواعد وليها برنسبلز وبنستخدم فيها كل الكوميونيكيشن سكيلز اللي احنا اتعلمناها في المرتين اللي فاتوا. بستخدم فيها نون فيربال كوميونيكيشن، وبستخدم الليسننج، وبستخدم مهارات جمع الاسئله، يعني ان انا اسال العيان واطلع منه المعلومه، واخيرا ازاي ادي للعيان المعلومة بحيث ان هي تبقى واضحة وثابتة في ذهنه ويتذكرها بعد كده. السكيلز فور نون فيربال كوميونيكيشن، خلينا اراجع مع حضرتكم بسرعة. اولا لازم تبقى قاعد منتبه جدا للعيان بتاعك، looking directly to the client but not continuously، زي ما اتفقنا الاي كونتاكت، بروفيشنال اي كونتاكت. تستخدم encouraging movement زي النودك nodding and leaning forward زي ما اتفقنا. صوتك speak in voice tone showing care with the non-verbal expression shown by the client. بص العيان يعني فيها ايه، وشه اتغير، في مشاعر معينة بانت على وشه، لان ده بيخليك يا اما تبطل كلام يا اما تبدأ تسأله هو في ايه، او تبدأ تسكت شوية لغاية ما يتمالك نفسه. avoid the movements that cause distraction as looking at watch or papers or around the room. يعني حضرتك ركز معاه، مفيش distractors خالص. حتى لو حضرتك بتكتب حاجة لازم تديله اشارة انك بتكتب الكلام اللي هو بيقوله، انك بتسجل الاعراض او انك بدأت تسجل الحاجات اللي انت بتقولها، عشان ما يفتكرش انك انت مشغول بحاجة تانية عنه. listening زي ما احنا اتكلمنا عنه في محاضرة كاملة، مهم جدا لان هو ده اللي بيقولك العيان عنده ايه. والجملة المشهورة بتقولك listen the patient tells you the diagnosis، حضرتك لما تسمع كويس هتوصل للدياجنوز. الكلام عن الليسننج احنا قلناه قبل كده، ولكن يهمني اكتر دلوقتي ان انا اتكلم على information gathering and history taking. هنا شايفين في الصورة الدكتور مهتم جدا بالعيان، ليننج شوف ناحيته ازاي، وشه ابتسامة شكلها ايه، والعيان بادئ يشرح ايه اللي عنده بالظبط. لما تسأل عشان تجمع المعلومات استخدم كل الانواع اللي تعرفها من questioning skills. ممكن استخدم open end question يعني العيان يحكي لك، ممكن استخدم closed end question، او استخدم ميكس بين الاثنين سواء باستخدام clarifying او verifying questions.
من القواعد المهمة عند انك تسأل العيان صوت السؤال، صوتك وانت بتسأل السؤال شكله ايه. اسأل سؤال واحد في كل مرة، تجنب السؤال المعقد او المركب. مثلا ما تقولش للعيان انت جالك صفرة قبل كده او حد في العيلة جاله صفرة، هو دول سؤال واحد ولا سؤالين؟ دول سؤالين. لو جاب لك، لو جاوب لك قال لك اه، جاوب عن انه جزء. المشكلة مش في العيان، المشكلة فيك انت، المفروض تفك السؤال ده لسؤالين. دايما بنبدأ بالاسئلة الاوبن ونأكد عليها بالاسئلة الكلوزد اند كويستشنز. ممكن اسأل باكتر من طريقة علشان اتأكد ان العيان فهم. لو العيان جاوب عليا اجابة غير متوقعة، يعني بسأله في حاجة وجاوب في حاجة تانية تاني، فكر انت ايه طبيعة السؤال اللي سألته والكلمات اللي استخدمتها في السؤال، ممكن يكون الكلمات اللي انت استخدمتها ليها معاني اخرى. طبعا العيان وهو انا بسأله لازم تحترم مشاعره. في احيانا بيبقى على احترام، بيبقى في احترام للخجل او القلق او الخوف وهكذا. من فضلك، في questions سيئة جدا عندنا في الطب اللي بنسميها leading questions، لانها بتحمل الاجابه في طياتها. زي مثلا ما تقول العيان انت برضو مش حاسس انك احسن بعد ما بدات العلاج المره اللي فاتت؟ طب انت ليه تقوله له كده؟ انت تقوله له هل انت اتحسنت بعد ما بدات العلاج؟ ان leading question معناه انك انت بتحط له الاجابه جوه السؤال. او تقول له مش برضو الالم ده بيسمع في كتفك الشمال؟ طب انت ليه تقول له السؤال الاجابه في السؤال؟ اسال هو بيسمع فين. لأحيان العيان بيبقى confused او عايز يريحك او عايز ياخد اجازه، فبيقول لك خلاص الكلام الدكتور بيقوله صح. عوامل كتيره بتخلي اجابه السؤال غير دقيقه لانك سالت سؤال بنسميه leading question. طول ما انت بتسال برضو استخدم الفاسيليتيشن او نون فيربال كوميونيكيشن علشان العيان يفضل يتكلم معاك باريحيه وما يبقاش قلقان او حاسس انك انت مش عايز تسمع. الجزء بتاع information giving ده جزء مهم جدا، انك انت بتقول للعيان يعمل ايه. زي ما حضرتك شايفين في الصورة العيان قاعد بمنتهى الانتباه بينما الطبيبة بتشرح النتائج الام ار اي، وده الحقيقة مهم جدا. والهدوء اللي هم قاعدين فيه والتركيز والكمفورتبل زون اللي قاعدين فيها دي الحقيقة مثل لينا علشان واحنا بندي للعيان المعلومات عن المرض بتاعه. في تيبس او نصايح لحضرتك علشان المعلومات اللي تديها للعيان تثبت في ذهنه. اولا اعمل سيكونس في الايفنتس، يعني رتب الاحداث او رتب الامور اللي حصلت. يعني تقول له ايوه حضرتك بدانا بالعلاج الفلاني ولما ما جابش نتيجه عملنا كذا، وبعد كده هنضطر نعمل كذا. فانت بترتب له الاحداث وبتدي له في وسط الترتيبه دي المعلومات. الحاجه الثانيه دايركت ذا فلو اوف انفورميشن، يعني بلاش الكلام رايح جاي وبعد سنتين عملنا، طب السنه اللي فاتت عملنا، لا طب بعد 5 ايام هتعمل، طب بعد اسبوعين هتعمل، لا رتب الايه السيكونس بتاع المعلومات بتاعتك. الحاجه المهمه سمرايزنج، زي ما اتفقنا السمرايزنج مهم جدا. لخص الكلام اللي انت عايزه منه في الاخر، يعني اعمل كذا وكذا وكذا، وخليه هو كمان يلخص يقول لك ايوه انا هعمل كذا. من الحاجات المهمه عند حضرتك انك تحط الحاجات المهمه في الاول، لان احيانا بيكون تركيز الانسان في اول الكونفرزيشن عالي وبعدين يقل شويه وبعدين يزيد تاني في الكلوجر. فانت عايز الحاجات المهمه تحطها فين؟ في البدايه والنهايه. اهم حاجات تتحط في الاول عشان العيان لسه في اول الكونفرزيشن بيبقى مركز. وانت حضرتك برضو بتتعامل مع العيان ما تعملش الحاجات دي، don't give orders, attack, be aggressive او ridicule. الكلام ده اتفقنا عليه وقلنا لازم يبقى التعامل بتاعي معاه كلير. هل الكونسلتيشن موديلز كلها بتتكلم بنفس الطريقة؟ احنا قلنا عندنا 15 كونسلتيشن موديل، هما الحقيقة متفقين في حاجات ومختلفين في حاجات. لكن خليني اقول لكم ان انا في البرزنتيشن ده هقول لكم على خلاصة
او الـ principles of consultation متاخده من كذا موديل. اول حاجه لازم حضرتك لما تقعد مع العيان تبقى قادر على انك تكتشف السبب اللي هو جاي عشانه لحضرتك. discover reasons for patient attendance، هو جاي ليه؟ لانه جاي اكيد عنده شكوى، فلازم تعرف الشكوى دي ايه بالظبط. وعشان تعرفها هتعمل ايه؟ listen to the patient describe the symptoms، listen the patient tells you the diagnosis، look for cues verbal and non-verbal، obtain relevant social and occupational information، مهم تعرف عنه بعض المعلومات الاجتماعية ومعلومات في العمل هتبني عليها تشخيصك ساعات، او هيبقى لها علاقة بالتشخيص. والاهم من ده كمان انك لما بتيجي تديله instructions تبقى ملائمة للسوشيال كلاس بتاعه او حتى لمهامه او لشغلته. اقول لكم مثال بسيط قوي، واحد بيشتغل طول النهار بره البيت وانا عايز اديله بريسكريبشن، افضل اديله تابلتس ولا اديله سيرب في ازازه؟ هل يهمني ده ولا ما يهمنيش؟ طبعا يهمني عشان الكومبلاينس بتاع البيشنت. بدل ما بعرف المعلومات دي بقدر اصيغ الرساله بتاعتي او الادفايس بتاعتي بما يناسب العيان. بعد ما بسمع العيان وبشوف الكيوز بتاعته واعرف حاجات تخص سوشيال كلاس والاوكيوبيشن، ببدا اعمل ما يسمى ذا هايبوثيسز اباوت ذا كيس او ذا بروبلم. يبدا مخي يرتب الافكار يقول غالبا الحاله دي كذا. بعد ما اسمع من العيان ابدا وابدا احط هايبوثيسز، احط يعني تصور او بروفيجنال دايجنوزز زي ما بنقول او ديفرنشال دايجنوزز، ببدا اسال العيان تاني، ببدا اساله تاني ليه؟ علشان احصل على معلومات اكتر تدلني اكتر على البروبلم بتاعته وتديني نوع من الفاين تيونينج، اظبط التشخيص بتاعي. ساعات باكسكلود حاجات وبكونفيرم حاجات بان انا اخد معلومات اكتر. المفروض ان انا بعد ما باخد المعلومات الكافية ببدأ ادخل على المرحلة التانية في الكونسلتيشن وهي the physical examination. وانا بتحرك مع العيان رايح لمكان الفحص انا في ذهني تقريبا تشخيص مبدئي او differential diagnosis. مهم جدا، قواعد هامة جدا حضرتك لازم تاخد بالك منها قبل ما تبدأ الفيزيكال اكزامينيشن، لازم تعمل حاجتين. reassure the client about his or her condition، يعني اطمن حضرتك او ما تقلقش او خلينا نشوف نفحص حضرتك بهدوء، ما يبقاش عندك انت الكلام او الكيوز اللي تدل على انك انت شخصيا قلقان او حاسس ان في حاجة كبيرة عند العيان. الحاجة التانية المهمة اللي كتير جدا من الدكاترة ما بيعملوهاش وهي بسيطة جدا وتفرق مع العيان جدا جدا، انك to explain the procedures to be performed. يعني تقوله دلوقتي انا هفحص البطن عند حضرتك، فمن فضلك احنا يعني محتاجين انك تساعدني شوية وتبقى relaxed، ما تبقاش متنشن. او تقول له انا هسمع صدرك بس هسمعه من قدام وكمان لازم اسمعه من ورا. فانت في نص كلمة اديت له انت هتعمل ايه، وكأنك علمته وكأنك هيأته انك لو انت بتفحصه رفعت صدر بتفحص الصدر وبعدين يقول له بعدين تقول له لو سمحت وريني ظهرك، هو في جواه زين هو عايز ظهري ليه؟ يعني انت قلت له من الاول انا هفحص صدرك وجزء من فحص الصدر هو فحص او الناس مع ظهرك، ده هيفهم وهيبقى جاهز يبقى ريدي للفحص اللي انت هتعمله. ده قبل ما تبدا الاكزامينيشن. تعالى عند المكان الاكزامينيشن على سرير الفحص، لازم تعمل الاربع حاجات دول. انشور برايفسي، يعني لازم يكون المكان مؤمن، مفيش حد مطلع على هذا الشخص، مكان برايفت. ولابد انك تحترم الكلاينت مود، لو قلقان شويه تهدي، لو هو يعني مستعجل شويه لازم تحسسه بانك انت ايوه انا معاك هخلص بسرعه، بس في الاخر انت عملت ايه؟ عملت نوع من الاهتمام او الاحتواء للمود بتاعه. reassure the patient تاني وهو على سرير الفحص، لكن اتفقنا الريأشورنس بيكون على scientific base.
الحاجة اللي بعد كده ensure the presence of a nurse أو third person. حضرتك تأكد إن في شخص ثالث غير أنت والعيان موجودين في مكان الفحص. ده بيمنع مشاكل كتيرة ethical problems, medical legal problems. أنت معاك شخص ثالث، الشخص ده سواء كان nurse أو كان حتى قريب للعيان أو whatever الشخصية اللي موجودة، لازم يكون شخص ثالث، لأن ده بعتبره أحيانا witness، بعتبره شاهد لو حصلت مشكلة. بس خلي بالك النيرس أفضل اختيار، لأنه أحيانا بيبقى الشخص الأكمباني the patient مش هو ده الشخص المناسب أنه يعرف عن المريض كل حاجة. دي نقطة مهمة، دايما بنسأل سؤال العيان، هو الشخص اللي جاي معك مين حضرتك؟ وتقول العيان، هو تحب العيان اللي تحب اللي جاي مع حضرتك ده يعرف يحضر معانا الكشف ولا ما يحضرش. ففي ethics او نقاط مهمه جدا لازم حضرتك تاخد بالك منها، ان الشخص الاكمباني للبيشنت مش هو ده الشخص المناسب انه يعرف كل حاجه عن البيشنت. جايز العيان مش عايزه يعرف، جايز الشخص ده مش هيبقى مناسب انه يعرف. اوكي، فلازم اسال السؤال للعيان مباشره، تحب حضرتك الشخص اللي معاك مختبر بقى كان ابنه كان قريبه يحب يحضر معانا الفحص؟ ممكن يقول لك لا، فانت تحترم ده، وبالتالي لازم يكون عند حضرتك نيرس وما تعتمدش على الاكمباني بيرسون. الحاجه الرابعه المهمه اثناء الفيزيكال اكزامينشن، اكسبلين ايتش ستيب تو ذا كلاينت بيفور ات هابنز. يعني حضرتك بتفحص، مثال بتفحص الفيرتيبرال كولوم، شخص عنده الم في الرقبه، اوكي، فانت طبيعي هتفحص الرقبه، هتشوف الفيرتبري وممكن حتى تمر عليها وتشوفين تندر بوينت او كذا، تمام. احنا عارفين كاطباء انه لو في اوستيوجينيك او سام سورت اوف اوستيو ارثرايتس او ديسك اور وات ايفر بيصيب الفيرتبرال كولوم، بيبقى مأثر على اكتر من منطقه، ممكن اللي موجود في السيرفايكال ريجون يبقى في اللامبر ريجون. فانت كطبيب عايز تكشف على كل الفيرتبرال كولوم وخصوصا اللمبر، فحضرتك بتقول للعيان من فضلك انا كمان لازم افحص منطقه الفقرات القطنيه وكل العمود الفقري عشان اتاكد انه مفيش مشكله في مكان تاني من العمود الفقري غير رقبتك. حضرتك قلتها في جمله، العيان مش هيستغرب انك بترفع هدومه وبتشوف مكان هو مش ما بيشتكيش منه. اوكي، احنا محتاجين العيان يبقى فاهم احنا بنعمل ايه، محضرينه نفسيا وذهنيا فيكون مطمن وريلاكسد، ما يبقاش انتنشن انت بتعمل كده ليه، انت ليه بتكشف المنطقه دي ما عنديش فيها شكوى. اوكي، لازم نعمل كده كويس جدا، اكسبلين ايتش ستيب تو ذا كلاينت بيفور ات هابن. هاخد منك عينه دم صغيره، في شكه صغيره هتحس بيها دلوقتي، في شويه الم بسيط هيختفي على طول، كل ده كلام بسيط جدا بس يفرق جدا جدا مع العيان. احنا كده خلصنا الفحص وخدنا بالنا قبل الفحص بنعمل ايه واثناء الفحص بنعمل ايه. بعد الفحص باخد العيان تاني ونرجع على الديسك او على المكتب بتاعي وابدا اعمل الخطوه الثالثه اللي هي ايه بقى، address the patient's problem، اشوف مشكله العيان ايه. انا خلاص كده عندي حاجتين يوصلوني الدايجنوزز، الهيستوري والاكزامينيشن، بوصل لبروفيشنال دايجنوزز او ديفرنشال دايجنوزز، تمام. وفي اللحظه دي انا ما دام وصلت الدايجنوزز انا بحط ما نسميه بذا مانجمنت بلان، خطه العلاج. وخطه العلاج دي مكونه من كذا حاجه، الدراجز، الانفستيجيشنز، الفولو اب، كل دول بسميها ذا مانجمنت بلان مش تريتمنت بلان. بي كيرفول، لو اتكلمت على تريتمنت بلان انا اتكلمت فقط عن الادويه او الميديكيشنز، لكن مانجمنت بلان اوسع واكبر، فيها بشوف ايه الانفستيجيشنز اللي المفروض هو يعملها، ايه الدراجز او الميديكيشنز المفروض يعملها، ايه الفولو ابس المفروض يعملها، ايه التشينج اوف لايف ستايل اللي محتاجه. كل ده مهم جدا للعيان. انت خلاص فكرت في الدايجنوزز وفكرت في المانجمنت بلان، وانت بتفكر في المانجمنت بلان هتبدا تقول للعيان احنا هنعمل كذا وكذا. مهم جدا ان حضرتك
تشارك العيان في المانجمنت بتاعتك علشان يبقى هو جزء من اختيار الحلول او جزء من اختيار العلاج. ده بيخليه اكثر قابليه للكومبلاينس او للامثال للنصح الطبي. طبعا بقول لحضرتك انت ما بتستاذنوش في كل حاجه او ما بيشاركش في ان هو يوصف الدواء. انا بقول لحضرتك اشركه بس to the appropriate extent. يعني مثلا تحب حضرتك البريبريشن ده تحب تاخده على شكل حقن ولا اقراص، تحب نبدا بكذا او كذا، والله في طريقتين للعلاج، دي ميزاتها كذا دي عيوبها كذا، ولكن اشراكه في المناقشه، اشراكه في المانجمنت بلان نفسها هو ده اللي بيخليه اكثر قابليه للكومبلاينس او للامثال للنصح الطبي، لانه بيحس ان ده اختيار. شايفين حضراتكم هنا الدكتور في الصورة بيسأل العيان ومنتظر رد العيان. فاضل عندنا آخر حاجة في مرحلة الكونسلتيشن، أشرح للعيان هو عنده إيه وأنا لقيت إيه في التحاليل بتاعته وفي الفحوصات أو حتى في الفحص الطبي أو من الهيستوري. share your feeling or findings with the patient. تشارك العيان في الحاجات اللي والله انا لقيت عندك كذا وعملنا كذا ولقينا كذا. احيانا العيان مبقاش عايز يعرف الكلام ده كله، وعشان كده خطوة مشاركة العيان في كل المعلومات محتاج منه حاجة بنسميها الكونسنت، ومحتاج من حضرتك قوة ملاحظة انه جايز المعلومات الكتيرة قوي عن المرض بتاعه في اول سيشن او في اول مقابله ليه هيبقى ما نسميه overwhelming، هيعمله لود جامد مش هيستفيد. فانت بتديله المعلومات عن الحاله بتاعته بطريقه بسيطه، ما تديلوش كل المعلومات او ما تتطوعش انك تشرح له كل حاجه، لكن لو العيان سال بتجاوب. اوكي، يبقى اذا في عندي حدود انا لشرح الكيس للعيان، ما امسكش ورقه وقلم وافضل اشرح له كل حاجه كل حاجه، ده مش صح. الصح انك انت تقول له البيزكس، الحاجات المهمه جدا، الفايندنج اللي انت لقيتها، الحاجات المحاذير اللي هو ما يعملهاش، الحاجات المهمه اللي يعملها. هو لو سال عن ديتيلز، افرض لو قال لك طب العيا ده بيتنقل بالوراثه يا دكتور، فانت تقول له لا ده ما بيتنقلش بالوراثه، او يقول لك هل كل ولادي، هل المرض ده هيعدي الولاد في البيت فاخلي بالي، تقول له لا ده مرض مزمن ما بيعديش. فانت بيبقى عندك الاستعداد انك ترد عليه علشان تطمنه، لكن مش من اول، يعني مش مطلوب منك انك تقعد تكتب له كل حاجه او تشرح له كل حاجه. دي حاجه مهمه، دي محتاجه منك مرونه كطبيب وقوه ملاحظه. اشرح الاساسيات اللي هي تفرق مع العيان، وبعد كده be ready to respond to his or her questions. مهم جدا بعد ما تشرح له تتاكد انه الاكسبلانيشن بتاعك او شرحك للحاله بتاعته مفهوم واكسبتد، لانه احيانا العيان بيبقى عنده مرحله من مراحل الدينايل، يعني الانكار. تقول له اكتشفنا ان حضرتك عندك سكر. سكر ازاي؟ ده انا كويس جدا، ده انا ماشي زي الفل، ده انا عايش حياه طبيعيه جدا، سكر ازاي؟ ده انا ما عنديش اي اعراض. فبيبقى عنده حاله من حالات الدينايل، دي عايزه سبيشال كير وانت بتتعامل معاه، انه لازم ياكسبت انه عنده ديزيز عشان يبدا يكمبلاي التريتمنت بلان او المانجمنت بلان. حضرتك تشخيصك او الدايجنوزيس بتاعتك والمانجمنت بلان لازم تحتوي على النقط اللي انا قلتها قبل كده وباكد عليها. الانفستيجيشنز اللي انا هحتاجها، البريسكريبشنز اللي هي الادويه او الحاجات اللي هتوصفها له، اند ريفيرال اف نيدد. انت تقول والله انا هعالجك من الحاله اللي انت فيها دي، واحد اتنين تلاته هقدر اعملهم لك، لكن حضرتك محتاج تو كونسلت نيوروسيرجن. يعني انا اقدر اعالجك من كذا من الحاجات اللي عندك، لكن محتاج برضو تروح نيوروسيرجن. وفي الريفيرال حضرتك يا ريت ما تاكدش او تحدد حد معين، اذكر كذا اسم عشان ما يبقاش في شبهه الايه انك انت يعني في اتجاه ناحيه دكتور معين. لا، انت ممكن تساعد العيان انك تقول له كذا اسم، ناس دول والله انا اثق فيهم، ده نيوروسيرجن شاطر، ده قريب من سكنك، وهكذا. لازم حضرتك وانت بتشرح للعيان المانجمنت بلان تقول له امتى يطمن. يعني ايه امتى يطمن؟ يعني ايه ساينز اوف نورمال ريكفري؟
لما تبدأ تخف الأعراض عندك ويبقى الديزيز كنترول هيحصل كذا وكذا وكذا. هو كده كأنه بيتابع معاك، كأنه هو بيتابع نفسه وعارف امتى يعرف ان هو بقى كويس. الأهم من ده انك تقول له the warning signs، علامات الخطورة اللي بتستدعي ان هو يرجع لك تاني. افرض هو بياخد انتيبيوتكس والفيفر لسه موجودة والسويلنج لسه موجود وما بيخسش والألم بيزيد بعد ما خد الانتيبيوتك لمدة يومين، تقول له لو في يومين ما تحسنتش لازم تجيلي، يبقى في مشكلة تانية فلازم يرجع لي. فمهم جدا حضرتك وانت بتتعامل مع العيان بتاعك وتشرح له المانجمنت بلان، قول له هو محتاج ايه، ايه ساينز اوف نورمال ريكفري عشان يطمن، امتى يبقى مطمئن. واهم من ده انك تقول له وورنينج ساينز في اللحظه دي. لما بيبقى عارف الورنينج ساينز بيجي لك بدري، فالهيلث كير سيكنج بيهيفير بتاعه هيبقى مثمر، هيبقى قادر على ان هو يعالج او يحسن او يريدايركت تريتمنت بشكل جيد. دي مهم حضرتك انك تقولها للعيان. نسأل نفسنا كم واحد فينا من الاطباء بيعملوا ده. مهم جدا كمان اقول له الفولو اب ابوينتمنت المفروض تجي لي بعد اسبوعين، وما تسيبهاش كده لو سمحت، لازم تقول له ريزون. انت بتقول له انت هتجي لي بعد اسبوعين عشان اشوف هنكمل العلاج ولا هنوقفه ولا هنغير الجرعات ولا هنحتاج نعمل further investigations. من فضلك ما تبخلش عليه بالثلاث كلمات دول، لان في ناس بعد ما تحس ان هي اتحسنت ما بتجيش الفولو اب. لكن لو حضرتك عامل لها ريزونينج وبتقول له انا محتاج انك انت تجيلي بعد 15 يوم عشان ممكن اغير لك العلاج، او ممكن اطلب منك تحاليل تانية، او ممكن هنحتاج نطول العلاج شوية، مهم قوي ان حضرتك تبين له اهمية الفولو اب او انت جايبه ليه. زي ما اتفقنا التشيك ليست از كي فور بيتر بيرفورمانس. حضراتكم في هنا تشيك ليست حضراتكم تستعملوها وتستمتعوا جدا جدا بتطبيقها، وتساعدوا بعض انكم تستعملوا طريقه البير ايدوكيشن وتتدربوا وتتمرنوا، لانه بالتمرين المهارات بتتحسن. شكرا جزيلا لحضراتكم، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.